لا زالت عاصمة أبو ظبي مشاهدينا وموسى في كل ما تقوم به من توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار وإلى أيضا ترجمة كل الاستنتاجات والقرارات اللي ياخذون فيها في كل نقدر نقول المؤتمرات والاجتماعات إلى واقع فعلي. أكيد، وطبعا رؤية أبو ظبي دائما تبحث عن كل شيء جديد، كل شيء مفيد، خصوصا للجيل الناشئ، جيل الأطفال وجيل الشباب بشكل عام. وطبعا أعلنت لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا انطلاق برنامج تكامل لدعم الابتكار في الإمارة، وطبعا ليهدف لزيادة عدد براءات الاختراعات الموجودة في الدولة، وتشجع أيضا الشباب ليخوضوا مثل هذه التجربة. نتابع مشاهدين الكرام مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. مؤتمر اليوم هو لإطلاق مبادرة استراتيجية من لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا. هي عبارة عن مبادرة لدعم تسجيل براءات الاختراع من أبو ظبي. فهذه المبادرة تدعم أي مؤسسة أو جامعة أو مواطن إماراتي مقيم في إمارة أبو ظبي، تقدم له الدعم المالي والقانوني للحصول على براءة اختراع. براءة الاختراع الحالية تتحدث عن استخراج حبيبات نانوية عبارة عن كاربون نانو تيوبس من مخلفات الطحالب. بعضها حاليا صار انهم يحطوها في الملابس او ممكن انها تستخدم للبروتكتيف جارمنت للبوليس. هذه كما ترى يعني في طلقتين، طلقة من هنا ومن هنا وما اخترقت. يعني لما يستخدموها رجال البوليس طبعا بتشكل لهم حماية طبعا وقاية من الحوادث. الاستخدام الآخر انه بنحاول نستخدمها لعمل السكرينز هذه تبعت الكمبيوترات والشاشات بحيث انها تكون رقيقة. الاختراع هو بشكل بسيط تحريك الماوس باستخدام العين، اللي هو بدل الماوس مع الكمبيوتر قمنا نحن سوينا طريقة جديدة اللي هي تحرك الماوس مع الكمبيوتر باستخدام عينك، عين اليوزر العادي. زين الكمبيوتر يكون طبعا ما في شيء غير الويب كام اللي هو الكاميرا الموجودة في الكمبيوتر، بتابع عين الشخص وين يحرك عينه يتحرك الماوس. هذا هو لكل المستخدمين الكمبيوتر يكون كميزة، وحق ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما يقدروا يحركون يدهم يقدروا يحركون عينهم يحركون الماوس. إذن مشاهدين الكرام، من خلال برنامجكم من أبو ظبي اللي يعتبر المرآة التي تعكس جميع الفعاليات والمعارض الموجودة على إمارة أبو ظبي وباقي الإمارات، دعونا نقرب أكثر من هذه المبادرة الرائعة، الابتكار طبعا والاختراعات في تشجيعهم. دعونا نرحب بسعادة أحمد الكليلي المدير العام في لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا. مرحبا بكم سيد الفاضل. مرحبا فيك يا أخوي. طبعا برنامج تكامل برنامج للابتكار يشجع ويعزز طبعا مكانة أبو ظبي، التفاصيل عندكم. بداية سيد الفاضل، ما هو برنامج تكامل للابتكار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج تكامل أخي الكريم هو برنامج أطلقتها لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا لدعم بيئة الابتكار في إمارة أبو ظبي. منظومة الابتكار بشكل عام لها عدة مكونات، منها إنشاء الفكرة، ولكن أيضا مهم أنك تحول الفكرة هذه إلى بالنهاية إلى منتج أو خدمة. ومن هنا يأتي برنامج تكامل لسد هذه الثغرة إذا صح التعبير، من خلال تقديم المعونة والدعم المالي والقانوني للمبتكرين والمبدعين في إمارة أبو ظبي لتشجيعهم على تسجيل براءة اختراعهم لكي يضمنوا في النهاية أن يحصلوا على النفع الاقتصادي من هذا الاختراع. قبل ما ندخل دكتور أستاذي الفاضل بموضوع الدعم القانوني والمالي للأشخاص اللي يعني يبادرون في مثل هذه الابتكارات، ما الهدف من إنشاء مثل هذا يعني الشيء الرائع؟ نعم. المبادرة الجميلة هذه. طبعا اذا بنتكلم عن السياق العام لهذه المبادره، طبعا انت عارف ان اماره ابو ظبي عندها خطه للتحول الى اقتصاد المعرفه، واقتصاد المعرفه قائم على الفكر والعلم. صح. والابتكار والابداع.
فكان لابد من 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 إيجاد برنامج يدعم هذا التوجه. فنحن وجدنا أن في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والاقتصادية هناك ابتكار وإبداع واختراعات في الجامعات تحدث، ولكن قد يتردد الباحث أو المبتكر من تسجيل براءة الاختراع للتكلفة، أو يمكن أيضا بعد لأنه مش عارف بأهميته. أعطيك مثال، أحد الباحثين عندنا في مؤسساتنا التعليمية يعني كانت عنده فكرة مبتكرة، ولكن أراد أن يقدمها في ورقة عمل في أحد المنتديات، فأتينا وكلمنا وقلنا له نعم جيد، ولكن عليك أنك تسجلها قبل، لأنك من تطرح هذه الفكرة في منتدى عام وأنت مش مسجلها، وأنت ممكن خلاص يسقط حقك في المطالبة فيها. باحث آخر ما كان عارف قدم ورقة بحث، وأتت شركة من اليابان وأخذت هذه الفكرة وطبقتها عندهم. فكان لابد من التوعية، فكان البرنامج في مراحل يهدف إلى التوعية، ورش عمل مع الجامعات ومع الشركات. يعني كان في مراحل؟ كان في مراحل نعم، بدأنا قبل ما نطلق بشكل رسمي، شغالين قبلها بأشهر كتوعية، وأيضا العمل مع الجامعات لنشوف شو المبتكرات اللي عندهم حتى يعني نساعدهم. ما تعاملتوا فقط مع الشركات وهذا، تعاملتوا أيضا مع الجامعات والمدارس؟ يمكن بلا شك مع الجامعات، مع مؤسساتنا التعليمية العليا مختلف تعاوننا معهم وقدمنا لهم الدعم لتسجيل براءات الاختراع. على فكرة أستاذ أحمد، يعني إحنا نلاحظ الطلاب حينما يكونوا في المدارس نلاحظ أن عندهم بعض التوجهات الإبداعية، مو بكلهم بس طبعا في نسبة منهم، وإذا أخذ بعين الاعتبار هذيل الشباب أكيد يعني بيكونوا للمستقبل شيء ويقدموا أشياء كثيرة، لأن الاختراع يبدأ بشيء بسيط. طبعا لو قلنا الأسباب أستاذ أحمد، الأسباب وراء إطلاق مثل هذه المبادرة، أنا بس يعني أرد على نقطة أن الإبداع قد يحدث يعني حتى عند الأطفال، صح؟ فعلينا أن طبعا نبادر بتشجيعهم سواء كانوا يعني نشأ أطفال كذا. أعطيك يعني معلومة طريفة، تعرف أنت براءة اختراع منحت لأصغر إنسان كم كانت عمره أو عمرها؟ كم كان عمرها؟ 4 سنوات. ما شاء الله، شو اخترعت هذه؟ طفلة في أمريكا كانت تجد صعوبة في أنها تفتح الباب الدائري، المقبض الدائري، فقالت لأبوها أنا عندي فكرة كيف أنه يعني جهاز لفتح الباب. أبوها دعمها، سجلوا براءة الاختراع، والآن هذا الاختراع يستخدم كوسيلة لمساعدة المعاقين في فتح الأبواب. فنحن ما نستهين، الابتكار قد يحدث حتى عند الصغار. زين أنكم يعني حتى تشوفون الأمثلة الموجودة خارج الدولة، هذا إذا دل فإنما يدل على اهتمامكم الكبير في مثل هذا البرامج اللي تدعو للابتكار. من وجهة نظرك أستاذي، هل الابتكار موجود في أبو ظبي؟ نعم موجود، لمسنا ذلك، لعلك أنت تسمعنا يعني لا، ولكن نعم في جامعاتنا مؤسسات التعليم العالي على مختلف، هناك ابتكار، هناك بحث علمي، وإن شاء الله بيزيد يعني هذه الخطة إن 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 يزيد هذا، ولكن نعم وجدنا أن هناك، ولكن محتاجة للدعم. طبعا احنا نتمنى لكم باذن الله التوفيق في هذا البرنامج، وطبعا احنا نعرف جهودكم وتمت استضافتكم ايضا سعادة الاستاذ احمد في طبعا في مواضيع سابقه. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح في كل ما تقومون به لخدمه هذا المجتمع. سعادة احمد الكليلي المدير العام في لجنه ابو ظبي لتطوير التكنولوجيا، شكرا جزيلا لحضورك وعلى قدومك معنا. شكرا على استضافتكم. الله يحييك. وطبعا ننتقل من الابتكار الى موضوع ثاني مختلف واللي بتخبرنا عنه هبه. شكرا موسى، خلنا ننتقل إلى جائزة أبو ظبي واللي